ولان طبعا جمهورنا هو اهم حاجه عندنا. خلونا نبدا مع حضراتكم بسؤال حلقه النهارده، ومستنيين طبعا تفاعل حضراتكم معانا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا. سؤالنا النهارده بيقول: هل تتفق مع قرار جهاز المنتخب باستبعاد محمود كهربا من المعسكر اللي جاي بعد احداث السوبر ولا لا؟ اكيد هنستنى اجابات حضراتكم طبعا ونستعرضها معاكم في اخر حلقتنا. طبعا يمكن جهاز المنتخب اعلن من خلال كابتن محمد بركات ان كهربا مش هيكون موجود الفتره اللي جايه، وده طبعا بعد احداث مباراه السوبر واللي توقف بسببها عدد كبير من اللاعبين، كان على راسهم محمود كهربا اللي قرر اتحاد الكره ايقافه لنهايه الموسم. اكيد يعني هنستنى زي ما قلت لحضراتكم رايكم في القرار ده، وممكن يكون كهربا متواجد ولا لا، وهل دي فعلا ان انت كده ممكن تكون بتظلم لاعب موجود، لاعب انت كان جاي الاهلي على امل كبير جدا انك تستفيد منه في حاجات كتير، الجماهير كلها كانت حاطه امال كبيره على محمود كهربا. مستنيين اكيد تفاعل حضراتكم معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا.